لم تتحمل تلك السيدة العراقية التكلفة الباهظة للدواء التقليدي، فوجدت في الأعشاب ملاذاً طبياً مناسباً. تجارة صارت، يعني كل صيدلية زين لها سعر معين. يعني أنا مثلاً صيدلية رحت لها راتشيته تكلفني بال800 ألف، من يقدر يعني مثلاً فقير شي يسوي؟ يعني شنو المفروض يموت؟ فيلتجئ للأعشاب، الأعشاب أرخص، يعني أرخص بهواية. أم محمد ليست الوحيدة، فغيرها الكثير من العراقيين باتوا يلجؤون لتلك الطريقة بعد أن ضاق بهم الحال، وهو ما يفسر ارتفاع عدد مراكز العلاج بالأعشاب المرخصة في بغداد إلى 460 مركزاً مقارنة ب350 فقط خلال العام الماضي، وفق المركز الوطني لطب الأعشاب التابع لوزارة الصحة. بعض الناس يقول لك أنا ممكن بالأعشاب إذا أقل مبلغ، مثلاً عند التهاب مجاري بولية، التهاب بسيط بالمجاري البولية، عما يروح للطبيب ويسوي سونار ويسوي كذا وكذا يمكن يفضها بمبلغ بسيط. خاصة طبعاً هنا ما نقول إحنا أي عشب، لا، الأعشاب اللي معتمدة لدى وزارة الصحة المركز الوطني لطب الأعشاب والمسجلة في وزارة الصحة ممكن يستفاد منها المريض. ورغم اعتقاد البعض أن الوصفات العشبية قد تكون بديلاً آمناً، فإن أطباء يحذرون من مخاطر تناولها دون إشراف طبي. واحد من الأشياء اللي شفتها مرة، يعني طبيب مال منطينا مريض مال سكر، منطينا دواء مال هذا مال أعشاب، يعني إجا في حالة يعني مزرية، يعني واصل إلى مرحلة إحنا نسميها زيادة عمضية الدم، يعني دايابيتيك كيتو أسيدوسيس، يعني هذا مال يدخل عناية مركزة. ليش؟ لأنه يعني وقف الدواء واستخدم هذا الدواء الأعشاب اللي ما أعرف يعني. ويرى أطباء ضرورة تفعيل المراقبة على أسعار القطاع الطبي الخاص وإنقاذ نظام الرعاية الصحية الحكومي من التدهور لكبح الإقبال المتزايد على التداوي بالأعشاب.